انا بدي اعاود قصتي. مرحبا حسناء، تفضلي. يعني المهم، انا واحد السيده، عندي 3 الوليدات، ما شاء الله. مزوجه. اها المهم انا نعت واحد الاختصار يعني على فاش كنت يعني صغيره. اها كنت الحمد لله يعني واحد الفتاه اللي يعني كتقرا مزيان وهذا، وبغيت نقرا يعني متمسكه بالقرايه بزاف. فكان الوالد ديالي يعني خدام على قصد الحال كما كيقولوا، والوالده ديالي هي حتى هي في الدار اللي تقابلنا. حنا كنا جوج خوت، ويعني جوج خوت وجوج بنات، بعض يعني بعض الخوت في الدار. المهم كان مسيطر علينا يعني الاخ ديالي بزاف. كان الاخ ديالي كبير، كان حيتاش الوالده ما عطاش الله الدراري، وعطاها الله الولد الاول، يعني خمتاتو بزاف. ففاش يعني حنا تزادينا من موراه وهذا وكبرنا، ولا هو اللي يعني مسيطر علينا، يعني واخا كاين الوالد وهذا يعني مسيطر علينا بزاف. وحنا العائله ديالتنا كانت محافظه بزاف، يعني وقت تكوني مثلا عندك 10 سنين ولا عندك 9 سنين، خصك ديري الفولار، خصك ما تكلسيش في الزنقه، خصك هذا. المهم يعني واحد في الدار ما تحيديش الفرار، وخر اخوك والباك يعني ما أو تحيديش الفرار نهائي، يعني واحد الحكم يعني بزاف. صافي. المهم كنت كنقرا، قريت حتى الابتدائي، وكان اخوت يعني ولا الفاميليا ديالنا ممنوع البنت تطلع للكوليج، يعني فاش توصل الابتدائي تقرا الابتدائي صافي تخرج من القرايه. المهم واخا داكشي كانت عندي واحد الشخصية يعني قوية، وكنت باغا نقرا وباغا نكمل قرايتي. فبقيت كنتكافح، واخا كان ضرب مع خويا دائما وكيضربني وهادي وهادي، يعني لدرجة أن يعني لحد الآن مازال عندي ديك الهيبة ديال أنني ما بقيتش، ماشي ما كان حملوش، ولكن يعني حنينة فيه، ولكن باقي ديك الخوف وداك الرهاب اللي دار فينا في الصغر يعني مازال لحد الآن. واخا كبرت، واخا الفارق ديال السن ما بيناتنا شي يعني بزاف، تقريبا شي 4 سنين ولا شي حاجه بحال هكا. المهم دوزت حتى لهذيك النيفو باك، وقال لك صافي خصك تخرجي خصك تزوجي. جا واحد السيد المهم خطبني، وهذا قال في الشهاده. المهم جا وشافني عجبته. المهم كان عندنا الزواج تقليدي، يعني ماشي انك تتعرفي على شي واحد ولا تهضري معاه وتزوجي به، لا بالعكس خصك تزوجي بحال ديال شحال هذا، يعني يشوفك الراجل صافي، خص الرؤية الوالدين الشرعية. يقبلوا صافي. صافي يقبلوا تزوجي. الحمد لله كنت واحد السيدة، يعني واحد الإنسانة اللي مقابلة صلاتها، ويعني بزاف كما كيقولوا، يعني ما كتحسي بأن الله يعني كيبغيك، أي حاجة يعني طلبتها من سيدي ربي فيعني كيحقها لي. وكما قلت لك هذا السيد فجأة خطبني وانا يعني ما كنت مرتاحه له، وما الله ما نمت بحال داك الشكل. وقلت لهم لا انا ما بغيتوش. قال لي خويا، قال الوالده ديالي واش انت اللي كتحكمي، واش هي يعني اللي كتحكم باش تقول لك تبغي ولا ما تبغيش؟ ديك الساعه كان توفى الوالد ديالي، يعني فاش كنت انا كنقرا في السانكيام هو توفى، والسيد فجأة خطبني انا كنقرا في السيزيام. يعني فاش قلت ليه هذا، يعني كان خويا ديك الساعه صافي عاد زاد ما عاد ما زاد سيطر علينا من مات الوالد ديالي. المهم ماشي هي اللي كتحكم يعني باش تقبل ولا ما تقبلش. صافي سبحان الله العظيم، يعني هذاك السيد ما سهلش فيه الله. كنت انا صليت واحد 10 ركعات نتاع الاستخاره، قلت زعما تعالى واعف، يعني الا كان هو فيه الخير ليا يا ربي سهل لي فيه، ما كانش فيه الخير كان نيت ما فيهش الخير نيت، وما كملناش يعني داك الزواج. عاوتاني جا واحد السيد عنده المرأة يعني متوفية له، كان عنده المهم مرتو توفات ليه، كانت كتولد وتوفات. صافي عاوتاني صلت عاوتاني 2 ركعات استخارة باش هذا، ونيت. وسبحان الله العظيم كان من النصيب ديالي، يعني كان واحد السيد يعني ذو أخلاق مزيان خدام، فاش جا يعني يخطبني يعني ما سولت ولا شنو سميتو ولا يعني بحال هذاك
كنت انا الصراحه بغيت نكمل قريتي، ولكن بقى لي الضغط العائله علاش ما تزوجيش وراي تدي تكملي قرايتك، يعني واخا الراجل هذا راه يبغيك تكملي قرايتك وهادي وهادي وطاتك، يعني خصك تزوجي، كيضغطوا عليك لدرجه اني مثلا كنت واقفه ودايرين بيا يعني كامل العيال كما تقولوا ديال الدرب، وكيصيبوا عليا كيضغطوا عليا كريم تزوجي راه يعني عندي كنت عندي ديك الساعه 18 عام. المهم قلت له واحد زعما يعني انت ناخذ الباك ديالي وهذيك الساعه نتزوج، قال لك لا راهي كنتي خليك تكملي قرايتك. وهذاك العام كان عندي الباك، يعني كانت هي العطله فاش جا خطبني، والعام اللي هذا غن عندي الباك. قال لك لا صافي، فاش هذا حيت ما كيكونش الانسان يعني غرضه في ديك الحاجه صافي، يعني بحال لابسي في السيد شافني المهم عجبته قال له صافي انا الان خديتها. ما سولته يعني اشنو سميتو، قلت له اشنو واش كتكمي، قال لك لا، قلت له واش خدام، قال لي اه، قلت له صافي انا مهمي تكون خدام بدراعك وكتصلي يعني تبع طريق الله وصافي، ما عنديش يعني شي شروط ولا شي حاجه يعني. تقريبا مشينا باش نعقدو وما عرفتش حتى السميه ديالي، وهو ما عرف السميه ديالي وانا ما عرفتش السميه ديالو. انا ماشي كما كيقولوا الناس، انا فاش كنهضر معاك دابا راه عندي 29 عام، يعني ماشي شي مده يعني باش تقول شي زواج راه شحال ديال شحال، هذه وحده عندها 50 عام ولا، يعني راه قلت لك كما قلت لك 19 عام 18 عام علاش تزوجت، يعني في ديك 2010 عفوا بحال ديك 2010 لا 2000 2012 بحال هكا اه 2012. اسمح لي راه الصوت ديالي مع الارتباك وهذا ما ديرش على سميتو. المهم فاش تزوجنا كانوا ناس مزيانين، هذا كان سيد يعني خدام في البني على قد الحال، هذا يعني ماشي ما كما كيقولوا ما خصناش وما ما عندناش وما خصناش ماشي يصف علينا. المهم زاد عندي وليد. المهم الوليد الاول كنا مزيانين الحمد لله، يعني واحد الانسان اللي صراحه الحمد لله ما كان خلاص كان يعني متوفي، كان يتيم، كان عنده خوه ويعني خواتاتو البنات، وكان متوفي له الوالد ديالو والوالده ديالو، كان متوفي له يعني هذا يعني من كان عنده 7 سنين، الوالد ديالو ما يعقلش عليه والوالده ديالو كانت عنده 7 سنين فاش توفى، يعني كبروا يتامى وكبروا يعني مع جدهم، كان عنده يعني بزاف ديال المشاكل يعني كثر تقدر تكثر مني تقدر قل مني، المهم كانوا عنده حتى هما يعني حتى هو ماشي دوز الشعر، والصراحه ما كانش كيقول لي لا دخلي ولا خرجي ولا هذا ولا هذا. المهم زاد كما قلت لك عندي الوليد الاول، عاوتاني زاد عندي الوليد الثاني، وطلعت خيزوميك يعني من دواء احتياجات الخاصه، وعاوتاني المهم زاد عندي وليد اخر ثالث يعني كان عندي، وكنت معايا خالتو يعني مريضة كنت مقابلة أنا وهذا. المهم دوزنا كاين مشاكل بالأزواج يعني، واخا كان تناقشوا أولين عانية صافي كيدوز داك الشيء، عاود كنت تقدو يعني كيما كيقولوا صبروا صافي، كتقول له اللهم راك مع راجلك أولا تمشي عاود تاني لهذيك العادة فاش كنتي صافي. واحد هذا يعني راجل اللي كان دائما حدانا بحال في البلاد، وما بقاتش ديك البنت فيها الخدمه، قرر انه يعني يمشي شي يسافر يدبر على راسو في شي بلاصه اخرى بعيده، ف يعني هو مشى ومن تما يعني بدا الاهمال، يعني بحال يعني تما كيقولوا بحال ما مزوجاش ما يصونش عليك مثلا على 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 سيمانه على 10 ايام، ومخلي لك الدراري ومخلي لك يعني خالته مريضه ما كي ماشي يعني الا هضر يعني كيهضر معاك على كيدير لبس عليك بخاك كاين الدراري واش خصك المصروف واش هادي صافي، ما صافي يعني فاش كتكون يعني بحال مثلا خصك كيكون عندك الضغط وعليك بزاف ديال الحوايج كتبغي انت مثلا
يعني كتبغي واحد الاهتمام، يعني كتبغي الراجل يهتم بيك يتهلا فيك، واخا غير كلمه زوينه يقول لك مثلا توحشتك، ولا كان بغى يقول شي حاجه بحال هكا، يعني كتبغي تحس براسك، كنت كتبغي تحس براسك بانك مزوجه صافي. المهم بقى داك الاهمال، واخا كيجي مثلا كيجي سيمانه كيجي 10 ايام صافي كيمشي، وما كيلبيلكش يعني الرغبه ديالك، او لا ما كتلقاش داكشي اللي بغيتي، يعني بحال السيد بحال، ولا يعني نفس الشكل. زيد على ذلك يعني ما كيغيرش عليك، ما عندوش يعني ما كيغيرش عليك نهائيا، سواء يعني لدرجه ان يعني تكوني غاديه انت وياه مثلا غاديه لشي محل ولا شي حاجه نتاع الحوايج واحد المرات، وانا نسقسي السيد اللي كيبيع مثلا ديك القفاطن، قلت ليه عافاك شحال دايره داك القفطان راه عجبني يعني زوين، هو راجلي معايا، قال لي داير قدا، وعرفتي راه يجيك زوين ولا طاي وهادي وهادي قدام راجلي، يعني وما ردش حتى شي حتى شي رد فعل ولا شي حاجه، يعني ما دارهاش يعني. وصراحه بقى في يعني بقى فيا الحال بزاف صافي، قلت انا واقيلا راه هي ماده ما جاب ولا ما عرف. المهم عاوتاني واحد يعني صاحبه مقرب عنده بزاف بزاف يعني، وهذا كانوا كيهضروا هو وياه، قال لي راه كان هو يعني كيخدم عندنا في الدار هذا، كيشوف لي ماشي كيشوف. كان في ارتي الميكرو كي كان في الاولى حسناء، اهو كما قلت لك يعني كان كيشوفني، كان كيخدم عندنا في الدار وهذا كيشوفني. المهم قال له واحد المرات وجالسين هو وياه، قال له وكان شفتي راني حلمت مراتك، راه حلمت مراتك وحلمتها كد. نعم وانت جالسة كيفاش قلتي لي هو لمن قال لك راك حلمت مراتك؟ صاحبه قال لي، قال الراجل لي راه راني حلمت مراتك. وانت كنت تسمعي ولا ما كتسمعيش؟ لا ما كنسمعش، هو اللي كيجي يعاود ليا. اها قال لي راه حلمت مراتك يعني كتقرا القران بحال هكا، حيت قال لي راه حلمت مراتك كتقرا القران. قال له واش كتفلي عليا، قال له واش حلمتها كتقرا القران ولا حلمتها بحال هكا، واش حلمتها كتقرا القران ولا حلمتها نعسه معاك. وهو جا قالها لي، قال ليها ما كان، قلت له ميتو جاتك عادي يعني، هو يجي يقول لك هكا يعني انا حلمت مراتك وانت عاد كملتها يعني، مش سو عادي يعني بحال ما قال شي حاجه. أو تاني يعني كنت هكا هذا صايب سبيتي، كنت صبغته أنا يعني كما كيقولوا مني الراجل مني المرأة، كان ندور بيتي وهذا، وجاب واحد السيد صاحبه أو تاني واحد آخر ودخلوا للدار يصيب شي بريكول في الدار، وقال لي هاجي تشوف المادة مرأة صيبت البيت. قال له هذيك فلانة عندك؟ قال له هذيك فلانة راه عفريتة عندك دائما تقول يعني بزاف ديال المواقف صافي. وانا بقى كيدخلني الشك، كيفاش هاد الراجل يعني كيدخل صحابو وهما كيما كيقول بحال كيعجبو الحال يبقاو يشوفو فيك وهذا يعني، والسيد عنده عادي نورمال يعني كيفاش. المهم هذا كان السيد يعني شي حاجه شغله ما يمكنش صافي. قلت انا غنشوف واحد المرات جا من المسافره وخديت التليفون ديالو، وانا نلقى سميتو مع الدراري وهذا، كيقول لهم بحال هكا الزين توحشتك بحال هكذا، راجلك كيقول لها المصطلحات تقول لها توحشتك كيقولها يعني صحابو الدراري صحابو داك الشيء. صافي وانا نتلاقى باختي قلت لها ما نعرف راجل واقيلا ياك ما عندو شي وحده في حياته داك الشيء، باش راه ما بقاش كيديها فيا، مابقاش يعني كيديها في ولادو، والتليفون دايما وكيمشي يسافر ما كيصونيش على هذا، حيت كنقول ليش علاش ما كتصونيش عليا، علاش ما كتهضرش معايا، علاش هادي، كيقول لك وانت فين ما هضرت معاك كتقول لي على المصروف الدراري الصداع المشاكل، انا ما داكشي علاش ما كنبغيش نهضر. صافي المهم قلنا ما كاين مشكل، صافي مشيت درت فيسبوك ديال البنت وصيفطت ليه فين، نصفت لي فيه هذا يعني ما كي قبلش لانفيتاسيون نهائيا، واخا كان صيفط لي يعني ميساجات سميتو ما كي، قلت يعني قلت لاختي واش شوفي راه كان صيفط له
تكون عنده شي سيده تما كل شي حاجه يعني هي اللي لاهيه عليا ولا هادي. قلت لها ما نعرف، قلت لها عرفتي راني زيت التليفون وراه لقيته مع الدراري كيقول لهم توحشتك الزينه. قلت لها وي لا خفت لي مش يكون يعني من هاد سميتو. قالت لي مصيبه عرفتي لك من هاد وراه صعيب الحل هادي من هاد المثليين. المهم صافي عاوتاني بقيت مشوشه الصراحه، وبقيت ما عرفت يعني من هاد تدرسي مع ثلاثة ياك؟ عاد اكتشف شي كيفاش؟ هاد الشيء تاك درتي مع ثلاثة ديال الأولاد ولا قبل؟ تدرس مع ثلاثة ديال الأولاد. تدرسي مع ثلاثة ديال الأولاد؟ حيتاش هو أصلا ما كانش حيتاش هو أصلا ما كانش كيسافر يعني كان غير في البلاد، واخا يعني كيخرج ما غاديش راه يعني وراه كاين في الدار، واخا كيخرج ما ملي قلبت من وراه مي فاش بدا كيسافر يعني بدا كيبين الاهمال ديالو يعني ديك الساعه مزيان. كتلقاه اونلاين في التليفون كاع مي كنقول ليه زعما يعني راه هي الواتساب زعما راه ما تخسرش الصول ولا شي حاجه عليا ماشي ما فيها حتى شي، بس مثلا نهار بعد نهار او لا يعني كل يوم يعني تهضر معايا ما فيها حتى شي حاجه. زيد على ذلك كان عنده برود جنسي تقريبا مدة 6 سنين يعني، وكنت دائما كنقول ليه تمشي تعالج تمشي تعالج، هو ما كيبغيش يعني ما كيبغيش انني نقول له كاع يعني كنقول لك لا انا ما بيا والو لا انا ما بيا والو. صافي مشيت درت فيسبوك بسميت ولد، فاش مشيت درت فيسبوك بسميت ولد صيفطت له المهم لانفيتاسيون. صافي دغيا يعني دغيا قبل لانفيتاسيون يعني في البلاصه. المهم صيفط لي السلام قلت السلام بخير لاباس. المهم باش نعرفوا باش ان يعني شاد جنسي صيفط له فوتو يعني راجل يعني مع راجل يعني اكيد بحال هكا مثلا راجل مع راجل اي في واحد مثلا كيتباوسوا كيما كيقولوا تسمح على هذا. وعاوتاني عاود مسحتو عاود هو قال لي شنو هادشي اللي صيفطتي؟ قلت فلان انا سمح لي راه غير غلطت وراها هي مشات ليك بالغلط ديك التصويره. قال لي شنو بحال هكا شنو واش تبغي لي بوسك بحال هكا؟ قلت ليه شنو واش حتى انت؟ قلت لي عزيزي مر عليك الرجال بحالي يعني، ودرت ديك الشخصيه ديال انني مثلا راجل وبقيت كان نديو نجيب معاه في الحضره سيد يعني وصل لدرجه انه يعني كيصور العضو الذكري ديالو كيصيفطو تصاور في الفوتو يعني مع يعني في فيسبوك كما كيقولوا غير يعني غير افتراضي ماشي هان. وشنو بغيت نتلاقى بيك وهادي وهادي وطاطات وسميتو. صافي من تما يعني عرفتو بان راه عنده يعني ميول يعني هذا. المهم صافي ما 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 يعني مدة تقريبا شي سيمانة ولا شي حاجة وانا يعني معاه في كل يوم كنشاطي معاه يعني باش نزيد نتأكد من 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 هذا من صافي ما صافي في الاخر بلوك يعني ما بقيت معاه سميتو. قلت له حشومة وهادشي اللي كدير وهذا طاطا واش انت مزوج واش هذا واش ما عندك حتى شي وليدات واش هذا يعني راه ورا غادي نقول لمراتك انا راني كنعاني عرفتك ورا غنقولها لمراتك وهادي وهادي. قال لي يعني قال لي دير داكشي اللي بغيت دبر راسك او بلوكاني. صافي المهم سير عليك مدة واحد بقيت هكذا يعني شنو ندير شنو ندير شنو ندير. المهم واحد المرة وصيفطت ليه قلت له راه واحد السيد راه صيفط لي في الفيسبوك وقال لي مثلا يعني بحال يعني كما كيقولوا بغيت ننقد هذاك الزواج ديالنا مادام اننا يعني بياتنا ثلاثة د الوليدات. قلت على وعسى يعني السيد يولي يولي النور. قلت له المهم راه صيفط لي واحد السيد في الفيسبوك وراه قال لي حضي راسك من راجلك راه غادي يجيب لك شي مرض بحال هكا. وانا صيفط له قلت له ها شنو صيفط لك؟ قال لي كيفاش يعني كيفاش
واحد السيد وشكون هذا وشنو قال لي. قلت له راه في الاول راني بغيت نبلوكي، ولكن مين قال لي راه حضي راسك، راه راجل راه يجيب لك شي مواضيع، يعني بغيت نشوف انا هذا الشيء كيفاش. وراه صيفط قال لي والمهم داك الشيء اللي صيفط لك قوليه لي وعرفي لي انا شكون هذا السيد اللي كيدير هذا الشيء. قلت له انا ما كيهمنيش نعرف انا شكون هذا، انا كيهمني انت شنو كدير. قالك انا ما كندير والو، وانا عارف راسي ما كندير حتى شي حاجه. صافي المهم بقيت كنصيفط له دوك كنسكريني له هذوك الميساجات وداك الشيء وصيفط له. قلت له ما صيفط لي ما صيفط لي صافي واخا داك الشيء يعني. ما قالك هاد السيد انا راه ما كنعرفوش وما عمرني هضرت معاه. قلت له كيفاش ما عمرك هضرت معاه وما سكرينات هما دوك كاينين والسميه ديالك في الفيسبوك وهذا وهذا. صافي في الاول مني ما باش تعرف يعني هذا. قلت له عرفتي شنو فلان راه شتي هاد الفيسبوك راه انا اللي درتو، بغيت نجرب وانا كنت شاكه فيك وهما كان ما كان يعني. قلت ليه كل شيء. قال لي يعني ما تيقاش فيا. قلت له ما تيقاش فيك، انا شكيت فيك من الاول يعني. هو اصلا نكر يعني داك الشيء اللي قال لك انا راني غير كنت في الله يعني مع الدراري، ماشي ما ماشي 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 او ميم طو انني كنهضر بديك الهضره ولا بديك التفليه يعني انني كندير هذاك الشيء. قلت له لا راه هذيك الهضره اللي كنتي كتقول وهذيك سميتو يعني راه ديال شي واحد اللي يعني حريفي، ماشي ماشي ديال شي واحد اللي كيتفلى ولا يعني يعني اللي طايو هادي يعني تيعطيو لك نيت بالتفصيل، يعني شي واحد اللي نيت كيما كيقولوا حريفي في هذيك هذيك العلاقه. المهم تخاصمت انا وياه هذا. قلت له المهم على الدراري نجلس في الدار يعني ما اسميتو وكيما كيقولوا يعني كل الله يعاونه ويعين. قالت لا وانت ما كتثقيش. قلت له عرفتي شنو انا الحل الوحيد يعني اللي ندير معك هو انك تحلف لي في القران بانك يعني ما كديرش هذا الشيء. قالك لا الا انت بقيتي كتشكي فيا وهادي ولا مشات الثقه بيناتنا. يعني هو عنده واحد العقليه يعني اللي في شكل يعني بيزاغ بزاف، ما يعترفش يعني بالغلط ديالو وما يعتذرش يعني وبزاف د الحوايج كما كيقولوا بغيتي تجلسي جلسي بغيتي تمشي صافي الله يعاونك ويعاونك ما عجبكش الحال ما عندي ما ندير. كنا واخا عنده ثلاثه ديال الدراري صافي. منين هذا قالك لا الا غادي تريحك انني غادي نحلف لك مثلا في القران انا راه ما عنديش مشكل. وهو قال لي يعني بحال بصريح العباره قال لي انا شتي هذا الشيء اللي فيا راه واخا نحلف لك في القران ولا ما نحلفلكش يعني راه غيبقى فيا راه ما غاديش راه اللي بغى يتفلى معايا راه نتفلى معاه. بعد يعني بعد صريح العباره اي واحد صيفط لي يعني راه غنهضر معاه وغنقول معاه الهضره وغادي نصور لي يعني بهذا المنصب بحال بهذا كما كيقولوا بهذا الجبهه هذه يعني انا حر في حياتي. صافي يعني ما نكتمل ما يعني ما عندكش فين غتمشي ثلاثه الدراري وقال هذاك يعني كما كيقولوا ما الوالدين يعني اللي هذا كاين الوالده توفات ما كاينش اللي يعني ما عندكش كيما تقولوا فين تخرجي بيه الا مش تخرجت بيه فين غادي تمشي. وانت عارفه شنو اشنو اشنو الانسان يعني شنو واحد الراجل اللي عايشه معاه شنو فيه يعني. الحمد لله كما قلت لك انا ما دوشت مع حتى شي حاجه خايبه يعني الحمد لله كان يعني واحد الانسان اللي مزيان ومهلي فيا يعني ومهلي في ولادو يعني غير هاد النقطة يعني اللي كيما كيقولوا تعرفني بزاف وديما يعني كان يعني دايما كنخمم فيها ودايما يعني شغلة لي كيما كيقولوا شغلة لي بال. وحليل مازال مازال معاه يعني واخا كنهضر معاه يعني هكا في التليفون ماشي حاجة يعني مازال قلبي ما مطمئنش.
هو وقت كيكون الانسان يعني بعيد الإشعة عليك بيرجع ولا شنو؟ لا هو كما قلت لك، انا قلت لي يعني الا بغيتي، الا كنتي ما كديرش هادشي ديال بصح، حلفلي. راه حلف لي بالقران بانك ما كديرش هادشي. هو قال لك انا ما كنديروش، انا كانت فلو مع اي واحد، وقالها لي بصريح العبارة، قال لي انا كانت فلا مع اي واحد، مع اي ولد، وكنصور ليه ونهضر معاه وكل شيء. وقال لي يعني معترف بالخطأ ديالو ومصر على ان الخطأ ديالو يعني راه مجرد عادي، يعني انني كندير هاد الشيء وراه واخا تهضرتي معايا دابا، واخا قلتي لي هادشي انا راه غادي ندير، راه ما عنديش قال كيفاش نتلا، انا عندي هاد الشيء كنتلا فيه صافي، يعني عومي في بحرك، عجبك الحال عجبك ما عجبكش دبري راسك. يعني قال لك هاد الفلية اللي كندير راه ديما، راه ماشي تقولي لي دابا ما ديريهاش ولا هادي، راه غنتفلى يعني، قولي ولا هضري ولا، وغنصور اللي هذا نصور ليه ونصيفط ليه، يعني انا كيما قلت لك كيصور ليه من الذكاري ديالو كيبقى يصيفط، يعني اللي هضر معاه كيصيفط ليه. لا إله إلا الله، ما إلا فاش اش نقول لك. حسناء يا حسناء، كلشي كتب لي حسناء شي ديوا بعدا، حتى لأنه ما عاوناش نعاونو أبدا. إيوا كلشي قال لي تتفرجي ديما حسناء. نعم نكتبت عليك، أنا تتمنى يكون بصح أنا وتي تفلا، واخا تنسب هذا بصراحة، ولكن تنتمنى وفي نفس الوقت تنتمنى يهديها الله، ونتمنى ندير لك ربي اللي فيها الخير يا حسناء في كل الأحوال. شكرا. والله تنتمنى كل شيء رب، كل شيء يدعي معها عافاك. أي واحد يتفرج يكتب لها شي دعوة، ما شاء الله كل شيء يدعي معك في الكومنتر يا حسناء. الله يفسح عليك، شكرا، والله يدير لك اللي فيها الخير، وان شاء الله ربي غادي يهون عليك هادشي كامل، وغيدير لك اللي فيها الخير. عقلي على هاديك المغرب الدعوات ديال هاد الناس هادو اللي تيتفرجوا، غيوقفوا معاك ان شاء الله. تنشكرك بزاف لانك شاركتي معنا القصه ديالك حسناء. شكرا. مرحبا. مازال باغي تقولي شي حاجه حسناء؟ بغيت نقول بانني يعني سعيده بزاف بزاف لانني يعني طلعت معك في اللايف. بشرف لي. والصراحة يعني مش حال هذه، يعني كنت كنطلب من الله انني نطلع معك نهضر معك في اللايف، والحمد لله تحققت لي الامنية ديالي. الله يفرحك. وبغيت نطلب من هاد الناس كاملين يعني كي 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 يعني كي تصنتوا لي. المهم انا يعني باش كنت باش لهيت راسي درت واحد الاسوسياسيون ديال هاد، مادام انا ولدي يعني ملي تريزوميك 21 ويلا يعني قلت بسم الله. يعني إذا ما كانش يعني شي مشكل ممكن أنني فاش يعني تساعدي نصيفط لك ميساج الاسمية ديال الأسوسياسيون ديالنا. وما كرهتش يعني حيت أنا يلا بادية وما عارفاش يعني في هذا المجال ديال الجمعيات، يعني شي واحد اللي قد يعاوننا سواء بالتوجيه سواء بأي حاجة يعني ممكن أنه يعاوننا. عندك شي كونت انستغرام ديال الجمعية؟ عندي باج فيسبوك. واخا تقدري شفتيها دابا في اللايف؟ واخا أنا نشوف إلا طلعت لي. عندي باج فيسبوك في التريزوميك أوتيزم. صيفط لي التصويرة ديالها ونوريها لهم دابا في اللايف. واخا شكرا. بغيتي الناس اللي ينصحوك شنو ديري ياك؟ بغيت الناس اللي ينصحوني، يعني حنا يلاه قلنا بسم الله كما كيقولوا، وبغينا يعني نعرفوا منين المصدر ديال باش اننا نعاونوا هاد الوليدات، حيت كاين واحد البلاد اللي هي نائيه، وخص يعني خصو بزاف، خصو ما كاينش فين يقرا وما كاينش فين يتعلم وما كاينش يعني بزاف، ابسط الحاجه انه يتعلم ويقرا وما كاينش فين. فهمتك. واخا اللي قدري انا عندي شي معلومات صيفط لي دابا، حاولي تصيفط لي دابا نوري عليهم في اللايف، ولا فتيها الا عرفتي تفتيها. نصيفطها لك انا في الواتساب. واخا صيفطيها لي دابا.
واخا انا نسيفتها لك في يلا الواتساب دابا. يلا سيفتها لي دابا. شكرا بزاف. مرحبا شكرا مرحبا. شكرا لك حسناء بدا حيت شاركتي معنا القصه ديالك.